السلام عليكم طلاب الصف السادس الأدبي. درسنا لهذا اليوم هو الفصل الثاني، الموضوع الأول الغاية والاستمرارية، limits and continuity. معنى الغاية، هذا الموضوع مرتبط أيضا ارتباط مباشر بالمشتقة. نحصل احنا فد ملاحظات بسيطة قبل ما نبدأ في تفاصيل الموضوع. بالبداية رح ناخذ جوار العدد، جوار العدد، ما معنى هذا؟ جوار العدد، الفكرة مالته بالشكل التالي. درسنا سابقا الفترة المفتوحة، درسنا سابقا الفترات المفتوحة، الفترات المفتوحة مثل الفترة مثلا 1 3، وكيفية تمثيلها، وكيفية تمثيلها على خط الأعداد، على خط الأعداد. إشارة بسيطة لهذه الفكرة. هذا هو خط الأعداد، بهذا الشكل خط الأعداد الحقيقية. انهاء الفكرة راح نحتاجها بكثرة حتى في المواضيع القادمة. عندي هذا الواحد يصير بهذا المكان، العدد 1، دائرة مفتوحة. عندي هنا العدد 3، وهذه الفترة من 1 إلى 3 بهذا الشكل. بهذا الترتيب أطراف الفترة تكون غير داخلة ضمن الفترة، ولو كانت الفترة مغلقة تكون الأطراف داخلة ضمن عناصر المجموعة. لاحظ العدد 2 هنا، العدد 2، هذا العدد 2 ينتمي إلى الفترة. ملاحظات المجموعة الأولى، العدد 2 ينتمي للفترة المفتوحة 1 3، موجود ضمنا، موجود ضمنا. الطالب هنا ما يلاحظ الثنين موجودة، يقرأها ضمنا، بس من يرسمها راح يتأكد موجودة فعلا بهذا الطريقة. كلمة موجودة فعلا أن يكون العنصر موجود ضمن هنا قراءة وتمثيلا. الملاحظة الثانية أن هذا العدد هنا عدد 2 يوجد أرقام أكبر منه على جهة اليمين، وتوجد أرقام على اليسار أصغر منه بهذا الشكل. من العدد 2 وبهذا الاتجاه، ومن العدد 2 وبهذا الاتجاه، بهذا الترتيب. بهذا الاتجاه الأعداد تزداد، هنا عندنا تتناقص. هذه الفكرة الأولى بهذا الترتيب. إذا العدد هنا 2 مو واحد موجود فقط في الفترة، أيضا هناك كسور عشرية أيضا موجودة ضمن هذا المجموعة. أكبر الصورة أكثر في هذا المكان. نفس خط الأعداد الحقيقية، هذا هو العدد 2، هنا عندنا العدد 3، هنا عندي العدد 1. لاحظ هنا بعد العدد 2 عندنا 2.1، مثلا قسط المسافة بهذا الشكل، خلي الطالب يشوف الفكرة مالتها. هاي المنطقة هنا تعادل 2.5، هذه المنطقة خلينا نصير بلون ثاني، تصير العملية أوضح. هنا عندنا 1.5،
بهذا الشكل. هنا المنطقة من 2 إلى 2.5 هنا صار عندنا 2 و1 2 و2 2 و3 2 و4 صار 2 و5 بهذا الشكل. هنا صار عندنا 2 و6 2 و7 2 و8 2 و9 صارت 2 و10 صارت 3 و2 بالضبط، يرجع المقدار 3 صحيح. في هذه الجهة نبدأ بهذا الترتيب منه. لحظة، العملية المعكوسة يقدر الطالب أيضا يبدأ بها. صار عندنا 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 بهذا الشكل، بهذا الترتيب. أي أن للعدد اثنين هناك للعدد اثنين هناك عدة جوارات تقع على يمين العدد وعلى يساره. الأعداد اللي على يمينه، على يمين العدد ملاحظة ثانية، ملاحظة رقم 2، على يمين العدد 2، يمين العدد 2 الأعداد تكبر كلما اتجهنا لا تقريبا كلما اتجهنا نحو العدد 3. بهذا الاتجاه الأعداد شو يصير بها؟ تزداد. على يسار العدد، على يسار العدد 2 الأعداد تقل أو تتناقص، تقل تصغر أيضا صحيح، تصغر كلما اتجهنا نحو العدد 1، نحو العدد 1. إذن للعدد الموجود هنا فعلا هناك عدة جوارات لأي عدد أصبح هنا، فقط مو فقط العدد 2. لاحظ كل عدد والإضافات اللي موجودة على يمينه وعلى يسار العدد. إذن للعدد هناك عدة جوارات. هذه الفكرة الأولى، أن العدد اللي موجود ضمن هذه الفترة توجد على اليمين جوارات وعلى يساره جوارات أيضا. الفكرة الثانية، الغاية اللي احنا راح ندرس هذا الموضوع. الملاحظة الأولى، ملاحظة رقم 1، قيمة الغاية، قيمة الغاية تساوي المشتقة الأولى للدالة، المشتقة الأولى للدالة عند تلك النقطة. معنى غاية الدالة في نقطة أو قيمة الغاية في نقطة معينة، سن المشتقة الأولى للدالة عند تلك النقطة، أي أن هذا الموضوع الغاية مرتبط بالمشتقة، أي أن موضوع الغاية، موضوع الغاية له علاقة بموضوع المشتقة. هاي الفكرة الأولى اللي موجودة في هذا السؤال. أيضا في الغاية هناك عدة ملاحظات. إذا قلنا بهذا الشكل X تقترب من العدد أي، X تقترب منين؟ من العدد أي بالضبط نفسه، مو تقترب مثلا عدد 2، أعداد تقترب من عدد 2 من جهة اليمين مثلا 2.1، لاحظ الشكل هذا أقرب واحد إلى 2.2 إلى أن نبتعد عن عدد باتجاه العدد 3. فهذا عندما نكتب العدد X يقترب من الأي معناه نقترب منها يمينا ويسارا، وهذا يعني أن قيمة
الاكس تقترب من العدد اي يمينا ويسارا، يمينا ويسارا، اذا كتبناها بهذا الشكل يمين العدد ويسار العدد. ملاحظه اوضحها هنا بالضبط بهذا الشكل، هذا هو العدد مثلا 2، خلينا نعتبره هو الاي، فهنا ايضا اقتراب من هذه الجهه وهنا اقتراب من هذه الجهه، لان كلش النقاط القريبه من الجهتين هي مثلا تكون اقرب الى العدد اللي هنا ما حددنا. اما اذا كتبنا الاكس تقترب من الاي من جهه اليمين، لاحظ هنا مو اشاره موجبه العدد، الاشاره لاحظ ما نخلي بالبدايه في الخلف يعني بهذا الترتيب، فمعنى هذا العدد اكس تقترب من جهه اليمين، هذا يعني ان قيمه الاكس تقترب من اي من جهه اليمين، من جهه اليمين فقط، بس فقط يمين العدد بهذا الترتيب. واذا كتبنا اكس تقترب من اي من جهه اليسار بهذا الشكل، هذا يعني ان قيمة الاكس تقترب من اي من جهة اليسار، من جهة اليسار الاعداد الاصغر من عنده، اذا اعتبرنا هذا العدد فالاعداد اللي من جهة اليسار هذه هي الاعداد الى جهة اليسار، هذه الفكرة الاولى. الملاحظات اللي نحتاجها الاضافية، اولا يجب معرفة أوسع مجال للدالة، يجب معرفة أوسع مجال للدالة حتى تكون الغاية عندنا موجودة، يعني يجب معرفة أوسع مجال للدالة، وهذا الموضوع درس الطالب في الصف الثالث والرابع فما فوق. إعادة بسيطة، أوسع مجال للدالة معنى مجموعة القيم التي تجعل الدالة معرفة، أوسع مجال للدالة، أوسع مجال للدالة يعني هي مجموعة القيم، هي مجموعة القيم التي تجعل الدالة معرفة، تجعل الدالة معرفة. أولاً الدوال الخطية، الدوال الخطية مجالها أو أوسع مجال لها مجالها يساوي إن R كل الأعداد الحقيقية. 2 الدوال النسبية، الدوال النسبية يساوي إن R ما عدا التي تجعل المقام يساوي صفرا، التي تجعل المقام يساوي صفرا، كل الأرقام ما عدا التي تجعل المقام يساوي صفرا. 3 الدوال الجذرية، الدوال الجذرية تكتب بطريقة الصفة المميزة، تكتب بطريقة الصفة المميزة، وأشير لها ضمن التمارين أو الأمثلة. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية، ثانيا رقم 2، ليس من الضروري، ليس من الضروري أن تكون الدالة معرفة عند نقطة معينة، عند نقطة معينة مثل أي، بل يمكن أن تكون، يمكن أن تكون معرفة بجوارها، جوار العدد، يمكن إذا ما احتاجنا النقطة يمكن نكون ناخذ بجوارها يمينها أو يسارها. هاي الملاحظة الثانية أيضا في هذا الموضوع، هاي الملاحظات البسيطة راح يصير عندنا مدخل للموضوع اللي نحتاجه، لموضوع اسمه
الغاية ومبرهناتها. هناك عدة مبرهنات جاهزة في هذا الموضوع على الطالب أن يتقيد بها وتعتبر كقواعد للموضوع في نفس الوقت. هذه القواعد يجب أن تطبق مثل الكتاب بدون اختصارات مثل ما موجودة على منصات التواصل الاجتماعي، وهناك إشارات بسيطة لهذا الموضوع. أبدأ بها بهذا الترتيب: مبرهنات الغاية، مبرهنات الغاية، أول وحدة رقم واحد نقول إذا كانت limits، هاي تعتبر غاية، f of x عندما ال x تقترب من a، لاحظ موجودة، و limits g of x عندما ال x تقترب من a أيضا، لاحظ بهذا الشكل موجودة، فإن l1 تساوي L2. الغاية موجودة للدالة الأولى والثانية يجب أن تكون غاية وحيدة، الغاية إذا كانت الدالة ذات جهتين، هاي راح نجيب التفاصيل، معنى غاية الدالة وحيدة، غاية الدالة وحيدة، أي أن الغاية تأخذ صورة واحدة فقط. هسه الطالب يسأل مرة تقول هاي دالة وهاي دالة ثانية، هنا مقصود بها الدالة ذات الذراعين أو الجهتين أو دالة يسمونها الشطرية مكونة من جزئين، فنتأكد من وجود الغاية عندما يكون يمينها يساوي يسارها، هذا معناها. اثنين، غاية الدالة الثابتة، غاية الدالة الثابتة تساوي العدد الثابت نفسه، العدد الثابت نفسه، اكتبها بالرموز لأنها موجودة بالكتاب، لتكن f of x، لتكن f of x تساوي لنا c، c تنتمي لr، فإن limits غاية x تقترب من أي عدد للدالة f of x الناتج يساوي لنا c، طلع c نفسها إذا كانت الدالة ثابتة. مثال على هذا الموضوع، مثال بالبداية limit، لاحظ العدد 3 هنا ال x تقترب من الصفر الناتج يساوي لنا 3، السبب هو العدد الثابت نفسه لأن ما موجود حرف x اللي وين حتى نعوض بها، هذا العدد الثابت يطلع العدد نفسه. هسه الطالب يسأل يقول الاكس تقترب من الصفر، نعم ما موجود حرف اكس حتى اعوض عنه. مثال ثاني limit عندما اكس تقترب من الاثنين وعندي هنا العدد سالب 5، فالناتج يساوي لنا سالب 5 هو العدد نفسه، هذا هو العدد الثابت، اخذت له غاية يطلع لنا العدد نفسه بهذا الترتيب. الملاحظة الأخرى، ثلاثة إذا كانت f of x، إذا كانت f of x دالة تساوي لنا x تحتوي على حرف ال x، دالة وتحتوي على الحرف x، فإن limit f of x، limit f of x عندما x تقترب من a الناتج يساوي لنا، نعوض عنها يصير عندنا الناتج يساوي لنا ال a، عندما اعوض بالرقم هنا يصير عملية تعويض، المقصود بها عملية تعويض، عملية تعويض، وهي القاعدة الأولى في هذا الموضوع، أن في موضوع الغاية هي عملية نرفع الغاية ثم نعوض عن الرمز الموجود في السؤال بما يساويه من مقدار جوار العدد على يمينه أو على يساره أو في نفس العدد. الملاحظة الأخرى، نأخذ أمثلة على هذا الموضوع بهذا الشكل بالرموز، limit للx عندما x تقترب من العدد 2 الناتج يساوي لنا 2،
أرفع الحرف X وأخلي مكانه العدد الذي يقترب منه. هنا كتبت العدد 2 فقط، ما حطيت جوار العدد، يعني العدد نفسه. مثال آخر، limit للعدد 5، لاحظ هنا يكون عندنا X تربيع مثلا، X تقترب من 2 من جهة اليسار، من جهة اليسار مو من عدد سالب، العدد 2 لاحظ من جهة اليسار، فالناتج يساوي لنا العدد 2 تربيع ويساوي لنا 4. نرفع الحرف X نخلي مكانه عدد ونربعه ونطلع الناتج. هو المثل صحيح ضرب، بس هنا الفكرة عملية التعويض اللي أشير لها هسه في البداية. القاعدة الأخرى، هذه القواعد نشير لها في أمثلة أوضح أكثر من هذا الوضوح، يعني بعد ما نوضح المبرهنات كاملة تصير العملية أوضح وأرتب. هنا إشارات بسيطة فقط للموضوع. رقم 4، إذا كانت f of x و g of x دالتان الغاية للدالة الأولى limit f of x قد ما ال x تقترب من a و limit g of x قد ما ال x تقترب من a، فإن الغاية هنا الدالة الغاية موجودة، يعني معناها limit f of x زائد ناقص g of x قد ما ال x تقترب من a نصف غاية مجموع دالتين أو الفرق بينهما يساوي مجموع غايتيهما. الناتج يساوي لنا غاية للأولى قد ما ال x تقترب من ال a زائد أو ناقص أيضا غاية للدالة الثانية قد ما ال x تقترب من ال a. غاية مجموع دالتين غاية مجموعهما، مجموع غايتيهما. نقرأ بهذا الشكل، غاية مجموع دالتين يساوي غاية مجموع غايتيهما، مجموع غاية غاية الأولى مجموع غايتيهما هذا الشكل. العملية توزيعية للغاية، الغاية يجب أن توزع. مثال، هذا المثال راح أوضح به قواعد أكثر. مثال رقم 1، limit 4 زائدا x داخل قوس قد ما ال x تقترب من الثلاثة بهذا الترتيب. الناتج نطبق عليه هذه الخاصية اللي مثلا عندنا مبرهنة الحل S O L. الناتج يساوي limit للأربعة قد ما ال x تقترب من الثلاثة زائدا limit للإكس قد ما الإكس تقترب من الثلاثة. بالضبط هشكمان توزيعية الغاية. إشارات بسيطة في هذا الموضوع لأنها جدا ضرورية وموجودة في الكتاب أيضا. توزيعية الغاية مو فقط عملية تعويض، هذا التعويض المباشر إشارة بسيطة في هذا الموضوع. فالناتج راح يساوي لنا الجزء الأول يمثل عندنا دالة ثابتة فالعدد 4 ينزل نفسه. الجزء الثاني نرفع الحرف X ونخلي مكانه 3، والناتج النهائي هنا العملية صارت تعويض. هاي اللي أشرت لها، ثم الناتج النهائي المجموع مالتنا يساوي لنا 7 بهذا الترتيب. هذه فكرة الموضوع. قاعدة أخرى، هذه الأمثلة كل اللي قاعد نعبر عنها إذا كانت الغاية موجودة، يعني تعطي نتائج معرفة ويمكن توصل إلى ملاحظاتها اللي أشرت إليها سابقا. رقم 5، غاية حاصل ضرب دالتين إذا كانت limit f of x قد ما ال x تقترب من ال a
و g of x limit عندما ال x تقترب من ال a موجودة في كل الحالات الغاية موجودة، فإن limit غاية عندما ال x تقترب من ال a f of x مضروبة في g of x، لاحظ بهذا الشكل بيناتهم عملية ضرب، تصير الغاية توزيعية، غاية للأولى في غاية للثانية. الغاية يجب أن تكون موجودة حتى الموضوع إذا ما صارت ما تعتبر صار عملية تعويض ما لها علاقة بموضوع الغاية بهذا الترتيب. الأمثلة الأوضح أيضا حصر بهذا المثال، أمثلة جد قيمة ما يأتي، limit الأكس تقترب من الثنين، المقدار الأول اللي مثلا عندنا عملية الضرب، عندنا هنا مثلا أكس زائدا ثلاثة مضروبة بأكس ناقصا واحد، عمليات ضرب. إذا رفعنا الغاية وكتبنا فقط الأقواس ما راح تصير موضوع الغاية يتحقق في هذا المجال، يجب أن تكون الغاية موزعة حسب هذا الترتيب أو إشارة الموضوع نفسه. فالناتج راح يساوي limit للأكس زائدا ثلاثة، لاحظ عندما الأكس تقترب من الثنين مضروبة في غاية للقوس الثاني اللي هو أكس ناقصا واحد، الأكس تقترب من الثنين. توزيعية الغاية ولو لمرة واحدة توزيعية واحدة تكفي في هذا الموضوع، أما بدون توزيع فلا يجوز بهذا الموضوع أبدا. الناتج تسهل عملية ضرب، لكن داخل القوس عمليات جمع راح يصير عندنا أيضا توزيعية ثانية ما نحتاج، قلنا توزيعية واحدة تكفي. توزيعية للغاية واحدة تكفي، وإذا طابق مرتين يكون الحل أفضل. راح الناتج يساوي القوس الأول الأكس موجودة نعوض عنها باثنين، الثلاثة تعتبر ثابتة تنزل. المجموعة الثانية الأكس هي بالبداية اثنين، المجموعة الثانية ثابتة تنزل بهذا الترتيب. عملية تعويض. بعدها الناتج يساوي المجموعة الأولى 2 زائد 3 5 مضروبة في 2 يروح 1 1، 5 في 1 ويساوي 5. إذا خطأنا في عمليات التوزيع ستتحول هنا تصير ضرب مع جمع. إذا طالب استخدم أكثر من فكرة وما أشار إلى عملية الضرب ما عزلها عن طريق الأقواس راح يصير عندنا خلط في الناتج، يصير عندنا ناتج خاطئ. فهذه الفكرة الأولى اللي موجودة هنا هي إذا كانت الغاية موجودة في الجزء الأول، غاية الدالة ثابتة والعدد الثابت نفسه، الغاية إذا كانت قيمة X موجودة صار العملية تعويض لأن الدالة هنا خطية معرفة. إذا كانت العملية جمع والغاية موجودة يمكن توزيعية الغاية، وكذلك الغاية تتوزع على عملية الضرب. وهذه الفكرة المبسطة لك تمهيد للموضوع حتى تصير عندنا مدخل للمواضيع اللي تجي، كيفية صيغة الأسئلة في الوزاري وكيفية الإجابة عليها. هناك ثلاث بعد أيضا من خواص المبرهنات. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.